أطلب منا الآن أن نبسط هذه العبارة الطويلة. إكس للقوة 3 زائد 3 إكس ناقص 6 زائد ناقص 2 إكس للقوة 2 زائد إكس ناقص 2 ناقص 3 إكس ناقص 4. والمكان الجيد أن نبدأ منه أننا سنعيد كتابة هذا ونرى إذا كان بإمكاننا أن نحذف الأقواس في هذه المرحلة. دعونا نبدأ من البداية. لدينا هنا إكس للقوة 3، سأكتبها باللون الوردي، ثم زائد 3x، ثم لدينا ناقص 6، ولا يتوجب علينا أن نضع أقواسا حولها، فالأقواس لا تغير شيء. أيضا لا يتوجب علينا أن نكتب هذه، افعلوا ما تشاءون بهذه الأقواس، بإمكاننا أن نحذفهم، ولأن لدينا إشارة موجبة هنا فلن نقوم بتوزيع أي شيء، فتوزيع الإشارة الموجبة لا يفعل أي شيء لهذه الأعداد. ثم لدينا ناقص 2 إكس للقوة 2، إذن هذه العبارة سالب 2 إكس للقوة 2. ثم لدينا موجب x، لدينا زائد x، ثم لدينا ناقص 2، ثم لدينا إشارة سالبة ضرب كل هذه العبارة، لذا علينا أن نوزع الإشارة السالبة. هذه موجب 3x لكنها مضروبة بسالب 1 فتصبح ناقص 3x، ثم لدينا ناقص 4، ناقص 4 ضرب سالب 1 تساوي موجب 4، إذن زائد 4. الآن يمكننا أن نجمع العبارات التي تحمل درجة متشابهة أو نفس الدرجة. أولا لدينا عبارة x للقوة 3، وأعتقد أنها العبارة الوحيدة من الدرجة الثالثة لأن لدينا x مرفوعة للقوة 3. دعوني أعيد كتابتها هنا. لدينا x للقوة 3، والآن دعونا ننظر إلى عبارات x للقوة 2. يبدو أن لدينا واحدة فقط، لدينا فقط هذه العبارة هنا وهي ناقص 2 x للقوة 2. ثم ماذا بالنسبة لعبارات x؟ مرة أخرى لدينا 3x وناقص 3x، يتم حذفهما. يتبقى لدينا x، إذن زائد x. ثم نصل أخيرا إلى العبارات الثابتة وهي ناقص 6 ناقص 2 زائد 4. ناقص 6 ناقص 2 تساوي ناقص 8، زائد 4 تساوي ناقص 4. لقد قمنا بتبسيط العبارة، والآن لدينا كثير الحدود يحتوي على 4 عبارات.